السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع سلسلة تفسير الأحلام مع الثعابين. النهاردة هيكون الموضوع مختلف شوية. هنتكلم عن أكل لحم الثعبان فقط. والكلام عن أكل لحم الثعبان هيكون إما إن أنت ممكن تشوفه لحم ني، أو ممكن تشوفه لحم مطبوخ، أو ممكن تشوفه في المنام لحم مشوي. ده اللقاء. فإحنا هنتكلم عن لحم الثعبان إما ني إما مطبوخ إما مشوي. أولا لحم الثعبان في المنام، ودي أنا ذكرتها في اللقاءات الماضية، رؤيته في المنام، رؤية لحم الثعبان خير ورزق ومال. فالكلام عن لحم الثعبان معظم رؤاه يا جماعة كلها محمودة إلا المشوي، دي اللي مش كويسة. فالثعبان الني، شفت أنا ثعبان في المنام وشفت اللحم بتاعه ني، يدوب مثلا انذبح وانسلخ، وشفت اللحم بتاعه. منفعة من عدو أو منافس. لو أنت راجل عندك تجارة وليك منافس، هيعود عليك منفعة من هذا المنافس، أو إذا كان لك عدو ستعود منفعة من هذا العدو. هذا مثال. طيب بالنسبة للحم الثعبان المطبوخ، وكأنك مثلا جيت في المنام ذبحت الثعبان وسلخته، قطعت اللحمة كأنها لحمة مما تؤكل وطبخته، وسبحان الله العظيم الزوجة جابت السفرة أو المائدة ووضعت الثعبان كأنه لحم، والأسرة كلها بدأت تأكل. لحم الثعبان المطبوخ للمرأة المتزوجة بشرى بحمل. لحم الثعبان المطبوخ بالنسبة للحامل مولود ذكر. ولو تفتكروا كلامي، أنا قلت إن لحم الثعبان بنسبة 99% للحامل مولود ذكر. يبقى أنا اتكلمت عن اللحم الني واللحم المطبوخ. باقي المشوي. المشوي زي ما ذكرت في بداية الفيديو للأسف سيء للغاية، تدل على أخبار سيئة هذه الرؤية، اللي هي لو أنا شفت لحم ثعبان مشوي يدل على أخبار سيئة لك وللأسرة أو للأقارب. هناك أخبار للأسف الشديد هتكون سيئة إما ليك أو لأي أحد من أسرتك أو من أي أحد لأقاربك. ده بالنسبة للرجل. بالنسبة للمرأة، لو شافت لحم ثعبان مشوي يدل على أنها إنسانة سيئة للغاية، وهي أنها تمشي بين الناس بالغيبة والنميمة، ما بتبطلش كلام على الناس. فدي بشرى من الله سبحانه وتعالى. بشرى، نعم بشرى، بشرى من الله بيقول لك انتبهي يا أمة الله، انت ماشية في وسط الناس بتتكلمي على أعراض الناس، فياريت تبطلي. أكل رأس الثعبان، خلصنا لحم الثعبان ني مطبوخ مشوي، هندخل على أكل رأس الثعبان. بالنسبة للمرأة، لو طبخت رأس الثعبان ووضعته على السفرة وأكلت هي وأولادها، استقرار أسري لها وتفوق في الدراسة لأولادها. أنت متخيلة؟ يعني لو شفت في المنام، بعض الناس ممكن تقوم مفزوعة، أنا أكلت في المنام رأس ثعبان، أكيد الرؤية دي مش كويسة. ده جميلة جدا. استقرار أسري لك وتفوق في الدراسة لأولادك إذا كانوا في الدراسة. طب خلصوا الدراسة متجوزين، استقرار أسري لهم. لسه ما تجوزوش، خير قادم لهم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بالنسبة لأكل رأس الثعبان للمرأة. أكل رأس الثعبان بالنسبة للرجل مال كبير وكثير سيأتيه في الطريق، إما من خلال تجارة، تجارته لسه بادئ فيها وهتكبر بفضل الله،
وإما أن يأتيه من استثمار وإما سيأتيه من ميراث. هذا إذا أكل الرجل رأس الثعبان في المنام. طب بالنسبة لأكل الثعبان للعزبة، أكل رأس الثعبان للعزبة، زواج في القريب العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب عايزين نختم بحاجة صغيرة كده، ما هي حكم رؤية صيد الثعبان في المنام؟ لو أنا شفت في المنام إن أنا بصطاد الثعبان، مش إني بقى خايف من الثعبان أو إن الثعبان لدغني أو عضني، لا ده أنا بصطاده ومش خايف منه. صيد الثعبان في المنام لأي أحد دخول في مشاريع كبيرة ستدر عليك المال الكثير والربح الكثير إن شاء الله تبارك وتعالى. الحاجة الوحيدة المزمومة للكل في رؤية الثعبان أن يسمع صوت الثعبان، وصوت الثعبان الأذية اللي هيتأذاها في الحقيقة على قدر صوت الثعبان. لو أن الثعبان سمعت صوته وكان يعني يحدث ضجيجا هتتأذي في الحقيقة أذية كبيرة، لو إن صوت الثعبان منخفض هتكون الأذية في الحقيقة قول يعني نقدر نقول قليلة جدا. يبقى أذية الثعبان لما اسمع صوته على قدر وحجم صوت الثعبان في المنام. صوته كبير وواضح وبيحدث ضجيج، الأذية للأسف الشديد هتكون كبيرة. صوته منخفض الأذية هتكون قليلة ومش كبيرة. هذا ما يخص أكل الثعبان ورأس الثعبان في المنام. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.